تونس نعتبر ان ما اللي قامت به قوات الامن في تونس انجاز كبير مع المجتمع التونسي، نحييهم على المقاومه، نحييهم على روح التضحيه، ونعتبر ان الارهاب تكبد خساره كبيره، ونتمنى ان تستمر تونس الشقيقه في هذه المقاومه، والجزائر متضامنه كليه مع تونس. الجزائر تتقاسم مع تونس روح الصمود والتضحية، ونتقاسم معهم كذلك التجارب والمعلومات وعدد من الأمور الموضوعية في محاربة الإرهاب. وأعتقد أن تونس الآن صامدين، وانتصارات من هذا النوع ستؤدي لا محالة إلى الانتصار على الإرهاب. الجزائر عندها مواقف مبدئية، عبرنا على موقف مبدئي وصفنا الأوضاع بموضوعية، وأعتقد أن يهم كثير هذا أنه الجماهير العربية، الجماهير الشعبية في كل مكان تعرف أن الجزائر ما عندهاش خصومة مع أي واحد، وإنما نعبر على مواقفنا حسب مبادئنا الثابتة والمقدسة.